خليني أحكي لك عن أفضل 10 تيبس أنت ممكن تعملهم لحتى تلاقي وظيفة بطريقة كثير سريعة وأسرع من غيرك وأسرع من أنت ممكن متوقع إذا أنت كنت اليوم عم بتدور على شغل. جاسم مصطفى وكل توكس ونومور. خلينا نبلش. أول نقطة أحكي لك إياها من 10 نقاط أنك تكون واضح مع حالك كتير منيح أنت شو بدك وأنت على شو عم بتدور. أول شغلة بتحدد نقاط قوتك وشو المجالات اللي أنت بتعرف فيها كثير منيح. ثاني شغلة بتحدد نقاط ضعفك والأشياء اللي أنت ما بتعرف فيها بالمرة أو أنت ضعيف أساسا فيها، وبتحدد لحالك هدول التو بارتس. ليش؟ لأنك حتروح بالمكان اللي أنت كتير قوي فيه وتدور عليه وتبعد عن المكان اللي أنت ضعيف عنه. كل ما كنت واضح مع حالك 1000000% حتكون طريقة التدوير تبعك بريسايز أكثر، حتكون أنت محدد أكثر على شو عم بتدور، فهتصير تلاقي فرص fits you أو بتزبط معك أكثر من أي شيء تاني. فأكيد إذا لقيت وظيفة في مجال أنت كثير قوي فيه ورحت على انترفيو فديفنتلي هتحصل على هاي الوظيفة إن شاء الله. النقطة الثانية اللي كثير مهمة انك انت بعد ما تخلص النقطة الأولى اللي حكينا عنها قبل شوي وتحدد هدول المجالين اللي انت قوي فيهم أو ضعيف فيهم، بتروح مباشرة تبلش تدور على شغل وعلى الشركات اللي بتشتغل في المجالات اللي انت بتحب انك انت تدور عليهم أو تشتغل فيهم، وبتحاول مينلي تبلش من 3 أماكن. أول شغلة الويب سايت تبع هذه الشركة، ثاني شغلة صفحتهم على موقع اسمه Glass Doors ممكن يفيدك، أو Glass Door ممكن يفيدك في أنك أنت تتعرف على الشركة أكثر، ثالث شغلة صفحتهم على LinkedIn وهي شركة إبداعية، ممكن تشوف مثلا Instagram، ممكن تشوف Behance، ممكن تشوف الأماكن اللي منتشرة فيها هاي الشركة، وتحاول أنك أنت تشوف شو الفرص المتوفرة في هاي الأماكن أو في هدول الثلاث مناطق اللي أنا حكيت لك عنهم وتقدم عليهم. طبعا إذا بتعرف حدا من الشركة فأكيد ما في داعي أن أحكي لك أنك تتواصل معه وتسأله وتحكي له أنه أنا شفت هذا البوزيشن وحاب أن أنا أقدم عليه، فهاي من النقاط اللي كتير مهمة. النقطة الثالثة اللي أنا دائما بحكي فيها في كل الفيديوهات سواء اللي قبل أو اللي راح يجوا أو هذا الفيديو، سيرتك الذاتية. أنا مش مضطر أحكي لك قديش هذه السيرة الذاتية، لازم تكون جاهزة 100% قبل ما تبلش تدور على شغل. لازم تكون professional، لازم تكون well presented، لازم تكون تعكس نقاط القوة تبعك اللي في المجال اللي أنت عم بتدور عليه. فإذا أنت عم بتدور في مجال المحاسبة ما بيهمني أنك أنت أحسن حدا في ركوب الخيل، تمام؟ فالنقطة الثالثة سيرتك الذاتية. النقطة الرابعة اللي راح احكي لك اياها اللي اكيد لها علاقة في النقطة رقم 3 اللي هي سيرتك الذاتية، انه لا تبعت نفس السيرة الذاتية لكل البوزيشنز وكل انواع الشغل اللي انت عم بتدور عليهم. ولو ولا جاسر نكذب نألف سي في يعني اكيد لا، فيش في الحياة في اي مجال انت بتشتغل فيه اسمه تيلرينج انك انت تزبط تأيفه، يعني تأيفه وتزبط الاشي علشان يجي على مقاسك، بس انت المرة هاي حتزبط السيرة الذاتية تبعك لحتى تيجي على مقاس الشغل اللي انت بتشتغل فيه. يعني على سبيل المثال، مثال كتير سريع، انا اركيتكت ممكن اشتغل في الانتيرير ديزاين، ممكن اشتغل في الاركيتكتشر رقم 1، 2 في الانتيرير ديزاين، ممكن اشتغل شوي بالجرافيك ديزاين، ممكن اشتغل برودكت ديزاين، ممكن اشتغل ريندرينج، ممكن اشتغل انيميشن، ممكن اشتغل كثير مجالات ممكن نكون او يكون لي صلة فيها. فاذا انا عم بقدم على بوزيشن ديزاين اركيتكت مش كتير عفوا بهمهم انه انا احسن حدا في البيم، ان شاء الله يا رب اكون احسن حدا في البيم، او اذا انا بشتغل مثلا او بقدم على بوزيشن مثلا في الريندرينج ما بهمهم انه اكون انا احسن واحد درافتنج، او اذا انا بقدم على درافتنج او انجينيرينج مثلا ما بهمهم انه اكثر واحد ريندرينج او اظهار. فلازم انك انت تعمل تيلرينج للسي في تبعك، مش تكذب فيها لكن ترتبها بناحية تظهر نقاط القوة اللي إلها علاقة في نوع الشغل اللي أنت عم بتقدم عليه. رقم 5 من الأشياء اللي أنا بعملها في كل إشي في حياتي، ما عم بعبك عليك، كون منظم وحط لحالك سيستم معين يخدم الهدف من الإشي اللي أنت بتعمله. أنت عم بتدور على وظيفة، شو الهدف؟ إن أنا ألاقي شغل أو إن أنا أترشح لمقابلة عمل. فشو السيستم اللي بيقدر يخدم هذه الشغلة ويخليها تشتغل بطريقة أسرع وتكون productive وefficient أكثر؟ ممكن أحكي لك أنك أنت ممكن تحكي أن أنا بدي أحط مثلا أو أحدد أوقات معينة للبحث عن الشغل على المواقع الإلكترونية، أوقات معينة للبحث عن الشغل وفرص العمل على social media platforms، وأوقات معينة علشان أحكي تلفونات مع الشركات اللي عندي كونتاكتس تبعهم، أوقات معينة أو مثلا طريقة معينة لزيارة الشركات اللي ممكن ألاقي عندها vacancies معينة، وطريقة معينة وأوقات معينة لحتى أن أنا أرد على الإيميلات اللي ممكن تكون عم تجيني لعرض فرص عمل أو لقبول
طلبي لوظيفة معينة أو لا يحكوا لي إنه أنت عندك انترفيو. سو أنا عم بحط سيستم كامل، عم بعمل ستراكتشر كامل وعم بلتزم فيه دائما لحتى أنا أقدر أخدم الهدف تبعي من الإشي اللي أنا عم بعمله، أعتبره مشروع واشتغل على أساسه. النقطة رقم 6 من أهم النقاط اللي بتعمل لوبس عند كل الكوكب، اشتغل كثير منيح على شبكة علاقاتك المهنية البروفيشنال، work on your professional contacts network. هاي شغلة كتير مهمة وشغلة أنا كتير سمعتها أو قرأتها في مكان معين مش متذكر، لكن شو بتحكي لك؟ بتحكي لك إنه إذا أنت got fired أو شغلك cancelled أو لسبب من الأسباب أنت unemployed وما قدرت تلاقي لحالك فرصة عمل في span of time 10 أيام كحد أقصى، لازم تعيد النظر في البروفيشنال contact list تبعك. أنت المعارف تبعونك مش بالأريا اللي أنت ممكن تخدمك أو ممكن تساعدك، أو يمكن ليفل معرفتك فيهم مش بالطريقة أو بالليفل اللي بيساعدك لحتى أنك أنت تقدر تحل مشكلة أنك أنت بدك شغل بس مش لاقي بالوقت الأسرع الكافي. فإذا ما قدرت تأمن الشغل بهذا الوقت اللي عم بحكي لك يا عيد النظر في الكونتاكت ليست تبعك. رقم 7 من النقاط الحلوة أنا بحبها كثير، شو بتحكي لك؟ بتقول لك لا تربط حالك بالبحث فقط أونلاين. يعني مش بس بفتح الانترنت وبفتح اللابتوب وانا قدمت وبعت ايميلات كثير ودخلت على كل الويب سايت تبع الشركات وقدمت على البلاتفورم تبعهم تبع الكاريرز او البيج عفوا تبع الكاريرز تبعهم، بس لهلا ما صار شيء، فانا مش عارف وين الغلط. الفكره في الموضوع انه لا تضلك بس اونلاين، مثلا ممكن تحكي مع الشركات تلفونات، 2 ممكن تروح تزور الشركه نفسها اذا انت عم بتدور لوكالي في المكان اللي انت عايش فيه، و3 انت ممكن انك انت كمان اذا شغلك مرتبط بمواقع فانت ممكن تروح تزور مكتب الموقع، المكتب المهني او التنفيذي او العملي الموجود في الموقع وتقابل مدير المشروع او الشخص المسؤول عن التوظيف في هذا المكان، وكثير طرق منهم، لكن حاول انك انت ما تضلك بس اونلاين بسبب حقيقة انا مش كثير بعمل فيها لكنها موجودة، انه معظم الاشياء اللي تتقدم اونلاين ممكن تكون ما بتنشاف لو whatsoever السبب، ف حاول انك ما تضلك اونلاين بس. رقم 8 عكس رقم 7 تمام لازم تكون موجود اونلاين بكثافه كبيره. create your own online brand، اشتغل على البراندنج لنفسك على البلاتفورمز اللي ممكن يكون موجودين فيها ايذر الامبلويرز او الريكروترز او الناس اللي ممكن توظفك او الاتش ار بيبل او الناس اللي بيشتغلوا في الشركات اللي انت موجود فيها، فحاول انه يكون لك وجود عملي بروفيشنال كثيف على هاي البلاتفورمز لحتى انك تكون معروف او اتليست ظاهر لكل هدول الناس. رقم 9 من الاشياء اللي انا كثير بحبها، حط لحالك هدف له علاقة في عملية البحث عن العمل، اما هدف يومي، هدف اسبوعي، هدف شهري، هدف whatsoever المدة اللي انت ممكن تحدد حالك فيها، لكن حط هذا الهدف وحاول انك تلتزم فيه وتنجزه وتموف لمرحلة above التارجت اللي انت حطيته. مثلا انا في اليوم بدي اقدم لعشر شركات او لخمس شركات، او بدي اقدم مثلا عبر الايميل لثلاث شركات، وبدي اقدم عبر البلاتفورم تبعهم لثلاث شركات تانيين، وبدي احكي ثلاث تلفونات مع شركات تانية، وبدي الاقي واحد كونتاكت من الشركات اللي انا ممكن اكون او الاقي لهم او الاقي لنفسي فيهم وظيفة، والتزم بهذا التارجت لانه اذا ما التزمت فيه فانت خربت الدنيا وما حتلاقي وظيفة. فهاي من النقاط اللي انا بعتبرها جدا مهمة في ايجاد فرصة عمل. وننتقل مباشرة للنقطة العاشرة اللي بتحكي لك طور مجموعة مهارات وستوريز وقصص لها علاقة في شغلك ومهاراتك والاشياء اللي انت بتشتغلها، مش ستوريز انستغرام وفيسبوك، لا قصص achievement انت ممكن انك انت تحكيهم مع الشخص خلال عملية المقابلة او خلال النقاشات اللي ممكن تكون عبر الايميل او الاونلاين ميتنج اللي ممكن تعملوها مع بعض، ما لها علاقة بالاسئلة او مش ما لها علاقة، هي لها علاقة بالاسئلة اللي راح يسألك اياهم، لكن هي مش الجواب الدايركت للاسئلة اللي هو ممكن يسألك اياهم، واللي بتحكي عن طريقة تعاملك مع المواقف اللي انت في الشغل اشتغلتها او انجزتها او المشاكل اللي انت حليتها او كيف لقيت طريقة شغل معينة او ورك فلو معين اسرع من اي حدا تاني وفتس شخصيتك في الشغل وفادت الشركة اللي انت بتشتغل فيها. يعني في لتو عجن بصير بالانترفيوز، حاول انه لتو العجن اللي بصير في الانترفيوز اللي بعيد عن الاسئلة اللي هو بيسألك اياهم دايركت يس اور نو او وات ايفر الجواب التكنيكال اللي بده يسألك اياه تجاوب له اياه، حاول انه يكون في عندك ستوريز بتقدمك بوزيشنز او ليفلز عن المنافسين ممكن يكونوا معاك في نفس الانترفيو. اذا عملت كل هدول العشرة والنقاط العشرة اللي راح احكي لك اياهم في الفيديو الجاي ان شاء الله
كون متأكد انك انت راح تحاول او راح تزبط معك ان شاء الله انك انت تحصل على وظيفة عمل بأسرع وقت ممكن وأسرع من أي حدا تاني بدور على وظيفة عمل. ومن هون لتلاقي وظيفة عمل مناسبة بالبوزيشن اللي انت بدك اياه وبالسلري اللي بدك اياه وبالإكسبكتيشنز اللي انت بدك اياهم، ما عندك مشكلة تنزل على الكومنتس وتحكي لي رأيك وتحكي لنا تيبس أكثر من خبرتك في إيجاد فرص عمل. من هون لتشوفوا الفيديو الجاي، ارجع شوفوا الفيديوز الماضية، لايك وشير.